آه يا حبيبي، يلا فيك توقف على رجليك نجدت. برافو عليك، برافو. هاد خد هاي حبيبي. معلش أخذ من وقتك دقيقتين ست يتار. طبعاً هوليا، شو صاير معك؟ جاي لحتى أعمل براءة ذمة. شو يعني بنتي؟ تتركينا معقول؟ رح أترك الشغل هون بالبيت. شو هذا الكلام؟ ليش بدك تتركينا؟ تعالي لهون قعدي، قعدي لشوف. لشو هالحكي؟ من وين طلعتي بهي الشغلة؟ وبعدين مين سمح لك إنه تروحي؟ هذا اللي صار. هوليا، احكي لي بالتفصيل كل شي صار معك، يلا لشوف. خلص أنا نسيت القصة ورح أمشي. ست يتار ما رح أحكي بالأسباب. السيد نعمق هو قرر هذا الشي. أعطيني براءة الذمة ممكن؟ اسمعي هوليا، إذا ما حكيتي شو صار وليش نامق صرفك، ما رح أعطيكي براءة ذمة ولا غيرها. بفضل ما نحكي بهاي السيرة. هوليا، خبريني لشوف. أنا بعرفك من لما كان قدي عمرك؟ بظن شي 16 سنة تقريبا. لهيك أنا بثق فيكي، وبعرف إنك ما بتكذبي أبدا وصادقة، لأنك مثل عيني وإدني ورح صدقك. منيح هالحكي؟ عيب عيب. يلا أحكي، يلا روقي شوي وأحكي لي كل اللي صار معك لشوف القصة. شو صار؟ أصلي أهلا وسهلا. أهلا فيكي. عن جد جيتي بوقتك لأني عم جهز الأكل يا روحي. أهلا وسهلا. طمنيني عنك. منيحة وأنتي؟ منيحة. تعي عادي. وينه أزجور؟ ولا بيكون عم يلعب بشي مكان حوالينا، مين بيعرف وينه؟ وينك ماما؟ خالتك أصلي عنا يا روحي. أهلا وسهلا خالتو أصلي. أهلا فيك يا روحي، هات بوسة. آه الشب الحلو. وين عمو فرهاد؟ عمك؟ عنده شغل ما قدر يجي، بيجي بس يفضى، اتفقنا؟ يلا ابني روح غسل ايديك فورا، يلا يلا اركض. ما شاء الله عنه. ايه أصلي، كيفو الولد؟ منيح. هاي جيتي من عند الدكتورة، طمنتني كل شي منيح الحمد لله. الحمد لله. ما بين إذا كان صبي ولا بنت؟ بده شي أسبوعين لسه. منيح. رح تروحي مع فرهاد؟ ما بعرف، لوقتها منشوف. يجيت ما راح معي ولا مرة، بس يوم اللي بده يعرف إذا صبي ولا بنت. لأني كتير بحس هالشي غريب، لما تشوفيه عشاشة بيطلع بيشبه رائد الفضاء. وأنا كنت هيك؟ إيه، وأنت كنت ببطن أمك مثل رائد الفضاء والأمير الصغير، كان ناقصك السيف. لا تبالغ كتير. منستنى لوقتها ومنشوف، بالأخير ما رح كون الأم الوحيدة بالدنيا اللي عم بتربي ابنها لحالها، في كتير مثلي بالعالم. ليك وجع عمو فرهاد. كيف البطل؟ أهلا وسهلا أخي. شو هالمفاجأة الحلوة؟ تفضل لروح جيب الشاي، تفضل. هيك بتبدأ من دون أخوك؟ لسه ما لحقت أكلت الأمتين، هلأ بدينا. كيفك دكتورة؟ منيحة. نامق، فهمني ليش بدك تصرف هوليا من الشغل؟ هيك أحسن لألنا. نامق، تقطع رزقة العالم مشان فضايح غيرنا؟ حرام عليك تعمل هالشي معه، غلط. أي فضيحة أختي، البنت عم تحكي شروي غروي، ما هيك؟ برأيي نامق معه حق، لازم يصرفها. أختي، هوليا بهذا البيت من 10 سنين، ولا مرة بحياتها غلطت ولا قصرت، لا قللت احترام حدا ولا نقلت حكي، وما رح أسمح لحدا يتصرف هيك. ليش أصلاً مين أخذ إذنك لتسمحي أو لا؟ أختي لا تحكي معي بهالطريقة، في ناس بهذا البيت لازم يمشوا قبل هوليا، لأنه وجودهم مالو منيح لألنا كلنا. ماشي سكروا على الموضوع. مين هدول الناس؟ أنا صار عندي فضول أعرف. خلي أخي نامق يجاوبك على هالشي. رح يجي دورهم، أنت لا تشغلي بالك، كل حدا رح يجي دوره بوقته، لأنه رح تدفع ثمن كل هالناس اللي حرقتها.
بيقولوا في خير بكل شي بيصير، وهذا الشي اللي بشوفه صح. ضايقنا كتير لما اجينا لهون، بس لما عشنا هون وتعودنا كتير حبينا هالمكان. وأنا شايفة أزجور كتير فرحان. فرحان لأنه صار عنده رفيق كمان. طبعا. افتحي دمك. ما بدي يسلموا. مو مشانك، مشان الولد. يلا يسلموا، لأنك عم تفكر لك بالولد. عم فكر. والله يا أخي ليك، أنا بتذكر الأكلات اللي رمتها علي بقشورة، هاد ولا شيء. جد عم يحكي صح، أخوك دخل بالطريق الصح، مع أنه تأخر شوي. وعدني إذا اشترينا بيت رح يزرع لي شجر جوز بالحديقة. منشان ترمي علي وقتها بالكيلوغرامات. بس ما في ورد تحت الجوز، لأنه وراقه سميكة، ما بيمشي حاله. خلي الجماعة يتخيلوا، لا تمنعهم. لازم كذب يعني؟ افتحي تمك، عم احكي الحقيقة أنا. يا ريتك ما قلت شي. ايه والله هيك بيصير احيانا. هاي الحياة، بتفكر كل شي ماشي منيح وبتتخيله، بعدها بتلاقي كل شي انقلب على راسك بدون ما تعرف ليش هيك. بظن انه مخك كمان قلب، ما هيك؟ ليش برأيك انت السبب؟